بالنسبة للمشاريع المعطلة، من أهم أسباب التعطل في تنفيذ هذه المشاريع غلاء الأسعار المتداولة في السوق، مما يحتسب في عدم مطابقة الاعتمادات المرصودة لنتائج المناقصات، وكذلك صعوبات المالية للمقاولات، مما انجر عنه فسخ العديد من الصفقات، وكذلك نقص كبير في الإطار البشري المختص في الإدارات الجهوية للتجهيز. بالنسبة للملعب الأولمبي بالمنزه، الآن وبصدد التنسيق مع مصالح الإدارة العامة للبناءات المدنية بوزارة التجهيز، قصد تحسين نسق تنفيذ هذا المشروع وحوكمة تنفيذه. هوني بالنسبة للملعب الأولمبي بالمنزه، واللي تعرفوا اللي هو محط أنظار الناس الكل نظرا لعديد الاعتبارات، نعرفوا أنه الملعب الأولمبي بالمنزه عنده وقع تاريخي بالنسبة للتوانسة الكل، مش للمتساكنين غاديك كهو، مش بتاع الجران تونيس. من عام 67 هو احتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ثانيا بالنسبة للملاعب كرة القدم، نحن عندنا نقص كبير في هذه الملاعب، وملعب المنزه عنده يراوح المكان بتاعه، عنده فوق 10 سنين، دونك المشكل بتاعه ماهوش جديد. هنايا تعرفوا زيارة السيد رئيس الجمهورية في جوان 2022، ثم مؤخرا عام 2023، وراء يعني عاين التقدم البطيء لأشغال الملعب الأولمبي بالمنزه، و يعني السيد رئيس الجمهورية عاين هذا النسق، أما اطلع على العديد من، ما نقولش الإخلالات، أما العديد من المصاعب والإشكاليات. ونحن يعني بين وزارة الشباب والرياضة واللي هي صاحب المشروع، ووزارة التجهيز اللي هي صاحب المشروع المفوض، راهو الاكزيكيسيون تصير عن طريق وزارة التجهيز، أما نتعاملوا نحن الزوز مع بعضنا، ويظل لي عمر ما ثماش يعني الإشكال تطرح علينا وما حاولناش نتجاوزوه، وقاعدين نعملوا في اجتماعات متعدة بالنسبة لهذا المشروع. هذا المشروع أول ما بدأ يعني التنفيذ بتاعه، هنالك صارت إشكاليات علائقية وإشكالية تهم التواصل بين مختلف مكونات الأشخاص اللي هما قايمين بالمشروع هذا. وهني هاني نقولها بصفة واضحة وصريحة، بين المقاول وبين المهندس وبين لي كومبوزونت الكل الاخرين، هوك عليه المشروع هذايا يعني وخر، والمشروع هذايا قاعد يراوح المكان بتاعه، والتقدم موجود راه، اما بنسق بطيء. هوك عليه فكرنا في انه المشروع هذايا، وهذا سوني با ان سكري دالكوف، انه التوجه يمشي الى الطرف الصيني، ونحن قاعدين نشوفوا في انه، وهذا يعني السيد رئيس الجمهوريه يقول لك نحن ما عادش يساعدنا انه النسق بتاع الاشغال تصير بالبطء هذا، الاشغال او المشاريع اللي هي معطله، علاش لا نحن ما نشوفوش الطرف الصيني اللي هو معروف بسرعه الانجاز ومعروف بالاتقان في الانجاز. وانتم تشوفوا الأكاديمية الدبلوماسية، وتشوفوا كذلك المركب الشبابي ببن عروس اللي هو هبة من الطرف الصيني. دونا قلنا علاش ما نمشيوش للبيست هذا، وعلاش لا الطرف الصيني ياخو على عاتقه المسألة هذه، راهو هذا توجه. بعد نحن بدينا في فتح هذا الملف، ونشوفوا من بعد درجة التجاوب مع الطرف الصيني وإمكانية تحقيق هذا الإنجاز من الطرف الصيني، على خاطر هنالك تداعيات قانونية إذا كان نحن اتجهنا في هذا التوجه.